مساء الفل، مساء الخيرات على كل ست بيت قاعده متابعينا. مش ست بيت بس، ست بيت وراجل البيت واولاد البيت، كل اهل البيت متابعينا ان شاء الله دايما يا رب. في مطبخي خمس مقادير وبس. النهارده حاجه سهله تعمليها عشاء، ممكن تعمليها غدا، ممكن تعمليها ما بين الوجبات، ممكن. المهم ان هي حاجه سهله جدا جدا جدا، سهله مقاديرها قليله. بس مش معنى كده ان انا يعني بستخسر في الطبخ او في الاكل، لا، بوفر على قد ما اقدر الفيتامين واللي الجسم محتاجه والمعادن وكل حاجه جسمنا محتاجها خلال اليوم. عندي حته جبنه قريش في الثلاجه، على شويه طماطم بتوع سلطه بس خلطتهم، على كام فلفله من بتوع السلطه او بتوع المحشي اللي هم في الدرج اللي تحت في الثلاجه دايما موجودين عندنا دول، على شويه بقدونس. عملنا ايه؟ عملنا محشي جبنه. تعالي نشوف ايه هو محشي الجبنه اللي احنا هنعمله النهارده. فلفل رومي، وعندي بقدونس او خلطه محشي، والله لو عايزه تحطيها بتبقى هايله جدا. وعندي جبنه قريش، ارخص انواع الجبن وكمان ملحها قليل قوي، او اي جبنه عندك موجوده بيضه. وعندي طماطم، غيرتي من شكل الجبنه، بدل ما هي سندوتشات او جبنه بطماطم او جبنه بزيت زيتون ومش عارف ايه، غيرتي من شكلها وغيرتي من شكل الفلفل. عايزه تاكليها ساقع، ممكن المحشي اللي احنا هنعمله. عايزه تاكليه سخن، طبق جانبي حلو جدا جدا جدا. تعالي نشوف هنبتدي ازاي سريعا سريعا. انا هشغل الفرن، مفيش حاجه هتستوي غير بس ان الفلفل يدبل شويه والتوابل كلها تاخد من طعم بعض. يعني هحط على طول الجبنه، وهحط عليها شويه بقدونس، بقدونس مفروم، عندك شبت نعناع كمان بيبقى تحفه تحفه في الخلطه دي. التوابل، انا دايما بقولك التوابل حسب الطعم المستصاغ ليكي اللي انت بتحبيه. هحط زيت زيتون، هي طبخه رايقه كده وطبق رايق قوي، فيعني انا مش عايزه اعمل دبكه في الحاجات المكونات اللي انا بحطها. شويه زعتر ناشف، كل التوابل اللي انا هستخدمها معاكي دلوقتي، شويه ملح وشويه فلفل. هتحطي دي بقى في الفرن، مش هتاخد منك اكتر من 10 دقايق. عندك حاجه في البيت تروقيها، عندك ولادك تشوفي كده بيذاكروا ايه وهم قاعدين بصيتي عليهم وناسيه ده خالص في الفرن، عندك شويه ترتيب في البيت ممكن تعمليه، عندك حتى شويه اهو يا ستي 10 دقايق لنفسك. احنا كامهات وكستات بيوت يعني بندور على 5 دقايق بس كده، بالذات في موسم الدراسه لنفسنا. يعني مش هعمل اي حاجه غير كده. انا بحس ان دايما موضوع المدارس، الموسم بتاع المدارس بيبقى زهق بالنسبه للام كمان اكتر من الاولاد، في موضوع اللانش بوكس او الفطار او الاكل يعني اللي هياخدوه معاهم المدرسه، يا سندوتشات جبنه يا لحمه بارده يا حته فرخه كده محمره بانيه ولا حاجه. والصبح يعني حتى لو مش محضرين من بالليل، الاكل الصبح بيبقى اللي هو انا هقعد بقى افكر بكره هعمل لهم ايه. ده بيتهيالي ممكن مش ينفع قوي للمدرسة، بس لو سائع ممكن ياخدوه كسلطة، يعني زي ما بياكلوا الخيارية كده أو الطماطم أو أي حاجة ممكن ياخدوه كسلطة، أو ممكن أول ما يرجعوا من المدرسة كده يبقى موجود سهل، يعني تعمليه لهم سهل. لو احتجت زيت زيتون هحط شوية كمان. بصي اللون حلو ازاي، يعني غيرت لهم من شكل السلطه وفي نفس الوقت غيرت لهم من شكل الجبنه، حتى ليكي انت يعني. يعني احنا الست المصريه لما بتقف بقى تقول انا شخصيا يعني انا عندي محشي، هعمل محشي النهارده، تلاقي القرطه الشيك بتاعت كل ست مصريه فينا اتربطت، في حاله طوارئ اعلنت في البيت عشان احنا النهارده هنعمل محشي. 100,000 حله جنبنا عشان هنسلق وهنعمل الخلطه ومش عارف ايه، ده نوع من انواع المحشي وانتي واقفه في 5 دقايق ممكن تعمليه. انا الحشو بتاع المحشي كده تقريبا جاهز، دلوقتي هعمل الفلفل على طول. انا بس هقطع الترانش اللي فوق عشان يبقى عندي مساحه ان انا احشي فيها. هشيل بس القلب بتاع الفلفل،
هقطع بس كده القلب بتاع الفلفل. بص يعني مفيش اسهل من كده بيتهيألي. وفي الاخر اسمك عملتي ايه؟ عملتي طبق محشي حلو جدا وخفيف جدا جدا، ويطلع بقى من المفاجأة المحشي ولا محشي لحمة ولا محشي رز. هجيب على طول الصينية اللي هشتغل فيها، وهبتدي احشي على طول. لو عندك كمان يعني انا قلت لك زعتر اخضر يبقى حلو قوي، نعناع يبقى حلو قوي في الوصفه دي. لو عندك كمان بقى يا سلام يا سلام حته كده جبنه موتزاريلا على الوش. بس انا بقول لك يعني هي بالنسبه لي محشي اقتصادي جدا يعني، فمش عايزه احط فيه واكلف نفسي بحاجات غاليه بصراحه. في اسهل بقى من كده؟ في اسهل من المحشي اللي احنا عملناه دلوقتي ده؟ المقادير تاني بقولها لك بفكرك بيها. عندي فلفل رومي من الدرج اللي تحت اللي دايما بتكلم عليه في حلقاتي اكنه صديقي الصدوق يعني، الدرج اللي تحت في الثلاجه ده دايما كده مخزنين فيه حاجات يعني. فلفل رومي، طماطم مبشوره، حطيت بقدونس او لو عندك خضره محشي في البيت ممكن تحطيها. بقدونس انا مقطعاه رفيع فرماه، وحطيت زعتر ناشف وملح وفلفل وزيت زيتون، جبنة قريش، عندك أي جبنة ممكن تستخدميها. أحط بس رشة زيت صغيرة كده. وهدخله الفرن. يس عشان ما يقعش الفلفل بس هيطرى مش اكتر من كده، والجبنه كمان هيبقى طعمها حلو قوي يعني لو اتاكلت سخنه كمان هتبقى حلو قوي. الجبنه بس هتسيح سنه كده في الفلفل وهنطلعه على طول، مش هياخد وقت خالص. حلقه خفيفه ومقادير قليله، بس اكله رغم ان هي خفيفه بس فيها قيمه غذائيه عاليه جدا جدا من كالسيوم في الجبنه وخضار وطماطم وفلفل، يعني الياف، يعني عشوة معتبرة جدا ممكن تعمليها. تعالي نشوف ايه الخمس مقادير التانيين اللي هنشتغل فيهم في حلقتنا النهاردة. كله كده النهاردة كله 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 ورا بعض عشان ما ناخدش وقت في مطبخنا. اللي عندي انا يمكن حلقات الشتاء كلها مصممة ان انا يعني اخلي العدس ضيف عزيز جدا 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 معانا في الحلقات. هجيب الخمس مقادير من جنبي، بس تعالي كده نوسع لنفسنا يعني، وننضف حوالينا عشان زي ما هي حلقه رايقه كده ومقادير سهله قوي هنعمل بيها اطباق برده سهله، يبقى الدنيا مفيش. انا دايما مبدئي في المطبخ اعملي بحب عشان النفس الحلو هو ده سره، الحب اللي طالع من جواكي بطاقه ايجابيه في الاكل اللي انت بتعمليه. اطبخي اكلاتك بحب، امسكي حتى اكلك كده وانت بتطبخي بايدك، الطاقه الايجابيه بتتنقل منك للاكل كل الناس اللي هيدوقوه هما كمان هيحبوه. اقفي في المطبخ بمزاج رايق، طلعي اطباق شكلها حلو ودلعي كده اكلتك وحطيها في حاجات حلوه كده. النيش افتحي النيش بس كده كده ايه مرتين مره في الشهر كده، وطلعي كام طبق من اللي احنا شايلينهم من النيش دول قدمي فيهم اكلتك عشان تفتحي النفس بس كده. في الشتاء بنزهق من الاكل دايما، مش عارفين ناكل ايه وعلى طول بردانين وعلى طول مش عارفين نتحرك من بيوتنا ولا نخرج ولا ننزل، بناكل حاجه مسكره عشان تدينا طاقه ونرجع ناكل تاني حاجه حادقه بعدها. تعالي نشوف العدس. انا بقول لك ضيف عزيز في حلقاتي في الشتاء، ويمكن في موسم الشتاء كمان انا بحبه جدا يبقى موجود دايما عندي في البيت. العدس ابو جبه والعدس الاصفر، اي نوع من انواع العدس، عدس ابو جبه، القيمه الغذائيه
اللي اكتشفوه فيها من علاج لتصلب الشرايين، من علاج للامساك، من علاج للناس اللي عندها حصوات في الكلى. يعني تجبرك ان انت تخليه حاجه موجوده اساسيه في بيتك، مش عشان نعالج علشان نحصن، وربنا في الاخر هو اللي بيحرسنا. وعندي جزر وبصل مقطع حاجات صغيره وكرفس ولحمه، يعني دخلت بروتين حيواني وبروتين نباتي، وكمان العدس حتى لو ينفع مفيش لحم عندك ممكن تعملي الشوربه دي من غير لحم خالص. تعالي نبتدي كده نشوف شوربتنا، شوربه العدس ابو جبه هنعملها ازاي. انا اتعودت ان شوربه العدس عندنا اللي هو عدس اصفر بشعريه او بدقه ثوم، او ممكن كده عدس اصفر بنحط عليه بطاطس، بنحط عليه جزر، بنحط عليه كرفس، كل حاجه. النهارده عدس بجبه انا حتى مش هضربه، هعمله سليم زي ما هو، بس مش هعمل اي حاجه في العدس الا لما ترجعي لي بعد الفاصل نشوف الخطوات بتاعتنا بالمقادير القليله دي هنعمل بيها ازاي شوربه العدس ومكعبات اللحم. يلا مستنياكي، هبص على المحشي وترجعي لي الفاصل نشتغل شوربه العدس مع بعض.